FM. الكلمة ليك مامون اي انفون. تحضر بحثنا اليوم دكتور ضحى حلي. بونجور دكتور. شنحو يلك لبس؟ دونك دكتور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا، باش نحكيو على العنف ضد المرأة. أكيد موضوع يخص الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك اليوم العالمي للعنف ضد المرأة نهار 25 نوفمبر، إذا هي معناها غدوة. وي نهار السبت، بلوتو نهار السبت. غدوة السبت. غدوة سي فري. تري بيان. دونك دكتور باش نحكيو نحن على الموضوع اون جينيرال، وان شاء الله اكيد باش نخصصوا حصه باش نحكيو على القانون الجديد بيان سور على العنف ضد المراه. اول حاجه باش نحكيو فيها هي لي ستاتستيك واهميه لي ستاتستيك بيان سور. وي وفيت هو الموضوع هذايا نهتمين به احنا تونس والنساء بصفه عامه بصفه خاصه عندنا سنوات مهتمين بالموضوع هذايا، وخاصه بعد ما خرج نتائج نتاع المسح الوطني. اول مره يصير مسح وطني في تونس لا محاله، الحكايه عندها 8 سنين معناتها في 2009 صار المسح الوطني اللي صار فيه استجواب قرابه 4000 مراه، بالتحديد 3873 مراه الاعمار نتاعهم من 18 سنة حتى ل 64 سنة. والمسح ذا وراء اللي قرابة 50% من نساء معنفات، معناتها 47.6% من نساء تعرضوا إلى نوع من أنواع العنف مرة في حياتهم، على الأقل نوع من أنواع العنف. نجم يكون تعرضت نسبة كبيرة. أي نسبة اللي احنا فاجأتنا حقيقة خطر في العالم. قرابة 30% من نساء هم اللي تعرضوا للعنف معناتها في حياتهم، لكن احنا الأعداد كان أكبر وهذا ربما نقول لنا بتتخيل او دو سا دو لا رياليتي، على خاطر ما تنساوش اللي مسكوت عليه العنف. اكيد مسكوت عليه سورتو قبل كي نرجعوا لعام 2009 يمكن اكثر من توا. فوالا مسكوت عليه ما نحكيوش عليه. حرام احشم اسكت، اللي صبر الدار حتى اللي تتعرض للعنف تسكت وما تتكلم، ما تتصوروش اللي هو عنف. ما تتصورش انه شيء هذاك اللي تعرضت له عنف. فوالا دونك هذايا اللي معناتها اللي نقول لنا يوجع ويقلق. دونك انا جو سوي سور كان عاودوا توا مسح اخر تو نلقاو ربما ان شاء الله لا نلقاو ربما العدد اكثر. والكريدي في الكريدي فعمل زاد بحث على العنف اللي تعرض له المراه في الفضاء العام عام 2016 ورا شيفخ اكبر، قرابه 53% من النساء صرحوا اللي هما تعرضوا للعنف في الفضاء العام. الفضاء العام معناتها وسائل النقل، الشارع، والا في العمل، التحرش الجنسي في العمل. فوالا دونك العنف ماهوش مربوط كان بالضرب ولا التحرش، هو فما برشا انواع نتاع عنف دكتور. هو العنف اللي كما عرفت الامم معناتها المنظمات العالميه هو 4 انواع: العنف الجسدي، عنف معنوي، عنف جنسي، وعنف اقتصادي. هذوما 4 انواع اللي معروف عليهم. لكن اوغوزمون احنا القانون عرفت كنت نحكي شويه مع القانون اللي توصلنا معناتها كدولة باش خرج القانون هذايا وصادقوا عليه في مجلس النواب في أوت 2017. هو زاد نوع آخر من العنف، هو العنف السياسي. معناتها كل امرأة اللي تمنع من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية في الفضاء العام، معناتها هذايا زاد كمان مكسب. وهو القانون كما قلت انت بكري يلزموا حصه كامله، خاطر القانون فريمون ثوري خارق العاده. اكيد باش الناس تفهم اكثر واكثر القانون هذايا. وانتم كاعلام زاد مطالبين، راهو مطالبين باش نحن دكتور نحبك تعطينا معناها ولو لمحه حتى صغيره. اليوم نحكيو لو تون اللي حضرنا الوقت باش نعملوا ليميسيون بيان سور، حتى لمحه صغيره للنساء اللي قاعدين يسمعوا فينا، للمراه اللي قاعده تسمع فينا، وحتى للرجال زاد اللي قاعدين يسمعوا فينا، للناس الكل. خاطر الراجل يجي من المرأة. دونك يهمه الموضوع. المرأة زوجته، المرأة أخته، المرأة بنته، زميلته في العمل، ومواطنة يحترمها في الشارع. معناتها هذا شنو احنا طالبين. هو القانون معناتها إتيل معناتها لي كومبوزونت الكل براتيكمون، معناتها فيه معناتها مطالبين بالتوعية، بالتقصي، بالإحاطة، وكذلك العقاب. معناتها كيف تثبت جريمة العنف فما عقاب. وحتى القوانين اللي كانت معناتها الارتيكل 227 على الاغتصاب هذاك لو فامو اللي نقولوا احنا الارتيكل دو لا اونت
معناتها المجتمع المدني بصفة عامة يسميها كيكا، اللي كانت معناتها تنجم تسقط الدعوة على المعتدي إذا تزوج، إذا قبلت هي الزواج به. لكن توا الفصل هذايا تنقح، وحتى كانت تزوج به ما تسقطش عليه الدعوة. معناتها هذه حاجة هائلة معناتها بالنسبة للنساء والفتيات، حاجة خارقة العادة. وكذلك زادة صار معناتها زيادة في السن، ما عادش 13 وصلنا ل 16 سنة، معناتها زادة كيف كيف مكسب هذايا. وهذا فيما يخص الارتيكل هذا. اما فيما يخص القانون معناتها فيما اللي الى ديفيني شنو هما لي فيولونس الكل، كيما قلت لك العنف المادي، العنف المعنوي، العنف الجنسي، السياسي والاقتصادي. هذوما الخمسه انواع العنف اللي طرق لها. وكذلك طرق قلنا الوقايه من العنف. وهون يطلب من الوزارات المعنيه بالامر كل معناتها كل وزاره باش هي تعمل برامج توعيه وتحسيس الاعوان نتاعها باش يفهموا شنو هو العنف، وكيفاش كيفاش العنف يجي، المبني على اساس النوع، كيفاش السلطه الابويه، وكيفاش معناتها كل شيء قلنا كل ما يهم فوالا العنف اون جينيرال. العنف المبني على اساس النوع معناتها المسلط على المراه، داكور، مش العنف عركه في الشارع ولا ان كونفلي يصير اونتر دو بارتنير. خاطر العنف المبني على أساس النوع فيه رغبة السيطرة. هذا مفهوم هام جدا. السيطرة معنات إنسان يحب يسيطر على إنسان قصد استضعافه. داكور. خاطر تنجم تلقى ان كونفلي يصير ما بين زوز من الناس. لكن ان كونفلي إيجاليتير معنات أنا وياه كيف كيف. يصير بيناتنا ان كونفلي. معنات مرأة وراجل نحكي هنا. ما فماش نية متاع تعالي ولا متاع قوة ولا متاع استضعاف. معناها نحن زوز كيف كيف، مرأة وراجل مثلا كيف كيف نجموا ما نتفهموش في موضوع، نجم حتى يعلى الصوت، لكن ما فماش رغبة في سيطرة، ما فماش رغبة في تعالي. فوالا هوني تجي المساواة زي ما نحكيو عليها. علاش قلنا معناتها يلزم المفهوم يتفهم بالكدا، الناس الكل تفهم شنو معناتها العنف المسلط على المرأة معناتها بالطريقه هذيه. داكوغ. الوغ كو العنف المبني على اساس النوع المسلط على المراه فيه رغبه في التعالي في السيطره. اي واضح واضح. اي اذا هو اون جينيرال معناها الدكتور، ونحن كيما قلنا القانون اكيد باش نزيد ونحكيوا عليه اكثر، ودعوه اكيد للناس الكل باش يتابعونا ويفهموا اكثر واكثر القانون الجديد هذايا. سينو توا نحب نسالك، مش نمشي شويه للمراه ونسالك على تاثير العنف بالنسبه للمراه وبالنسبه للنفسيه نتاعها. معناها مش النفسيه باركه، النفسيه والجسم. هي المنظمه العالميه للصحه تعتبره كمشكلة أساسية للصحة العنف المسلط على المرأة، لما له من تداعيات على الصحة النفسية والجسمية والإنجابية للمرأة. نعرفوا اللي المرأة في الفضاء الحميمي اللي هو الفضاء اللي هي لازمها تكون فيه محمية، هي متعرضة أكثر للعنف فيه، معناتها في عائلتها المصغرة. ونعرفوا زيدا اللي المرأة وقت الحمل تعرض يأما أول مرة للعنف يأما يتكثف عليها العنف في فترة الحمل. دونك تصور التداعيات على الصحة الإنجابية متاحة. أكيد. معناتها الحمل يولي مهدد، بعد معناتها تربية الأطفال تبدأ زادة مقلقة على خاطر العنف اللي هي تعيشه. على صحة نفسية، العنف الجسمي وإلا العنف النفسي وإلا العنف الجنسي وإلا العنف الاقتصادي عنده تأثير كبير على الصحة النفسية للمرأة. وهذا مثبوت ومعروف. معناتها لي كادو ديبرسيون لي تنتاتيف دو سويسيد كلهم كي تتلوج اكثر تلقى وراهم فما عنف. عنف متعرضت له المراه. ما نجمتش تخرج مك الدار نتاع العنف اللي هي تسكرت عليها، ما لقاتش القدره باش تخرج، ما عرفتش حقوقها، ما عرفتش لوين تتوجه، ما عرفتش كيفاش تتصرف. دونك تقعد ال سوبي لا فيولونس، تحاول تحمي صغارها، تحاول معناتها إل سو في بوتيت على خاطر تتصور اللي هي الغالطة. أي ألوغ كو ماهيش هي الغالطة. صحيح
صحيح. فوالا دونك هذاك كله ياثر على صحتها النفسيه. وكذلك الصحه الجسميه كي فما عنف جسدي زاد فما ضرب فما حرق فما لكم فما نجم يصير لها كسور وذوذ نجم توصل الموت معناتها. والعنف الجنسي كذلك زاد فما امراض تنجم تجيها فما بعض العوائق الجنسيه زاد تنجم تتعرض لها من جراء العنف الجنسي. واحنا في الديوان الوطني للاسره والعمران البشري عندنا اخصائيين اللي نجموا ينصتوا للمراه المعنفه ويوريوها ان هي ثنيه صحيحه اللي تنجم تمشي فيها اللي هي تختارها. وفيت احنا كي جينا للمراه ما نقولولهاش برا امشي طلق برا امشي قوم بدعوة، لا احنا نفهموا منها المشكلة متاعها نقوي ولها من قدراتها الذاتية باش هي تاخذ القرار اللي تراه صائب لها. واضح. لكن نفسروا لها اللي هي توا قاعدة عايشة عنف واللي العنف كما قلت بكري دارة معناتها ان سيركل تسكر عليها لكن فما امكانية الخروج من الحلقة المفرغة هذيك فما امكانية الخروج منها نعاونوها باش تخرج ماك العنف اللي هي فيه وتفهم وهي وقتها عندها شوا وعندها صحيح. القرار انها تختار شنو تحب نجم تقعد في, في في بيت الزوجية وهذا ماذا بينا تقعد لكن تتصدى للعنف ما عادش تخلي روحها ضحية للعنف ما عادش تخليه هو يواصل معها في استعمال العنف اللي هو قاعد يسلط فيه. فوالا انت دكتور قلت قبيله ساعات المراه تتعرض للعنف وما تعرفش اللي هو عنف. اي مش فهمتو وهذا مالوغوزمون فطنا به كي عملنا خاطر احنا بدينا في الديوان الوطني الاسره والعمران البشري ما كان احنا تابعين وزاره الصحه بدينا في القيام بحلقات حوار وحلقات تفسير العنف وتقريب المعلومه من المراه فما نسى كيف معناتها بعض منهم كيف حضروا في الحصص هذية تقول لك عمري ما كنت نتصور اللي هذاك هو عنف كنت نقبله في بالي عادي كنت نشوف أمي معناتها تعيش هذاك كي نسأل جيراني ونسأل يقولوا لي عادي اللي صبر دارها عمرت اللي هكا اللي هكا عمري ما كنت نتصور عنف عمري ما كنت نتصور اللي هذاك إهانة ليا كنت نحشم به توا فهمت توا ماذا بيا شكون يعاونني باش نزيد نفهم حقوقي باش نزيد نقوي من ذاتي باش على الاقل اللي انا كنت نتعرض له ما عادش نتعرض له واللي اهم زاده باش صغاري ما يكونوش هما شاهدين على العنف وما بعدكش يوليو هما اما يقبلوه والا يمارسوه ولا يمارسوه ولا عنده تاثير كبير على الصغار خاطر الضحيه مش المراه فقط المراه والاطفال وحنا نعرفوا اللي المراه كي تبدا هي متقلقه ولا ماهيش قد بعضها ولا كيما قلت انت معنفه ولا حاجه راهو هذا عنده تاثير كبير خاطر المراه تعكس كل شيء لصغارها هي الدار وهي العائله وهي كل شيء هي تعكس وان بلوس الاطفال يشوفوه ونجم يكونوا ضحايا مباشرين وإلا غير مباشرين معناتها يعني كي راه نهار آخر العنف يولي عادي يولي لا ونجم يكون هو فيكتيم ديريكت ولا انديريكت ديريكت كيفاش يكمل الأب يسلط عليه العنف كي يجي مثلا يمشي يدافع على أمه ولا حاجة وإلا فيكتيم انديريكت يولي روتار سكولير روتار في الكروسانس معناتها انحراف تشتت تذبذب إدمان أي حاجة أي سلوك عدواني ولا منحرف ينجم يجي في جرة اللي الطفل هذاك عاش فترة طويلة شاهد وإلا ضحية غير مباشرة للعنف اللي سلطوا الأب على الأم معناتها في الأسرة. فوالا به دكتور أنا الكلمة توا نحبها تكون موجهة لنساء من عندك أنت اللي قاعدين يسمعوا فينا أكيد فما نساء قاعدين يسمعوا فينا معنفات وتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف اللي قاعدة تحكي عليه دونك شنو تحب تقول لهم ميساج بتيت خلي تحب توصلوا لهم اللي نحب نقول لهم هو أنه أولا سعى القانون أنصفها والقانون إن شاء الله باش يعطي حق كل امرأة معنفة ان شاء الله حصه اخرى معناتها نحكيوا عليه مفصلا راه قانون خارق العاده اذا طبق معناتها خارق العاده هذه حاجه ثانيا احنا في الديوان الوطني الاسره والعمران البشري في نابل في كل ولايات الجمهوريه وين متواجد الديوان فما اخصائيين نفسيين وفما اطباء وفما مثقفين اللي عندهم التكوين والكفاءه للاحاطه بالمراه اللي متعرضه للعنف واحنا عندنا كل واحد في جهته ان غيزو اللي نجم يتعامل معاه معناتها اذا المراه تستحق طبيب نفساني
اختصاص عندنا لشكون نوجهه. كان تستحق باش تاخذ معناتها انا في جوريديك عندها وين تمشي. كان الاطفال مهدين مندوب حماية الطفولة عندنا وين نمشي معناتها كان أطفال أكبر اللي هما صار فيهم نوع انحراف عندنا مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي معناتها عندنا الإحاطة الكاملة وإن شاء الله أبارتيغ دو فيفري اللي القانون باش يطبق ستة شهور بعد ما نشر في الرائد الرسمي معناتها ابتداء من شهر فيفري نلقاو زيادة الأمن والحرس كذلك صار فيهم معناتها نواة وخلية اللي تنجم هي تتلقى الشكوى من المرأة المعنفة. وسوكي ريفوليسيونير في القانون هذي هو أنه معناتها رجال الأمن مشكورين اللي كانوا يحاولوا باش يصلحوا ما بين المرأة وراجل ما عادش مطالبين هذي وبالعكس معناتها كل واحد يدز المرأة باش تجبد الشكوى متاحة ولا باش تتصالح ينجم يتعاقب. دونك سا سي تري بيان واضح. دونك المرأة كي تجينا احنا نجم نوجهوها واحنا نعطيوها الإحاطة النفسية والطبية الكاملة والشاملة. ما تحسش روحها وحدها فما شكون معاها عمرها ما تكون وحدها ولكن أكد راهي الهدف متاعنا مش أنها تقيم شكوى بزوجها وأنها تبعد عليه باديتو تجد الحلول معناها فوالا الحلول اللي هي تراها لازمة احنا الحل مش احنا نعطيوه الحل يخرج من عند المرأة هي بيدها فوالا هي تاخذ الاستشارات اللازمة ومن بعد تاخذ القرار اللي تحب عليه. الوقت في ساعة عدا معاك دكتور واكيد باش نرجعوا نحكيوا اكثر على الموضوع هذايا. ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم يعيشك كاب افام الكلمة ليك.